تعملوا جرد على المخازن، المبيد، السماد، البدار، كل شيء دخله وطلع، وشو انعطى لكل واحد. بدي اعرف كل شيء بالنقطه والفاصله. لبين ما تخلصي الجرد بتوقفي كل الارساليات فورا يا خانم. استعجلوا، هذا الشيء ما بيتحمل اي تاخير. لا تقلقي يا خانم، نشتغل صبح ومثلا نخلص. استعجلوا حتى ما يتضرر المحتاج بسبب كم واحد قليل الاصل. يعطيك العافيه يا ست زينه، مبروك المنصب الجديد. اختصر قول بسرعه ليش جاي. قلت لك ليش جاي، حتى بارك لك. بس نحن بغينا عن تبريكاتك يا سيد رجع. لا يا ست زينو، هيك بتستقبلوا ضيوفكم؟ دخل بالموضوع يا رجع. ماشي بندخل. قال وقفتي مخصصاتي؟ ايه وقفتهم مثلك مثل كل العالم. بس ليش ما بعرف، حضرتك دريت قبل الكل. انا مو اي واحد يا زينو، انت اكتر واحدة لازم تكوني بتعرفي هالشي. نسيت انه تحت سقف هالجمعية كل الاعضاء متساوين يا رجع، ما حدا بيتفضل على حدا. وهلأ اذا ما عندك شي تاني لا تشغلنا اكتر من هيك. انتبهي على حالك شو عم تحكي يا زينو خانم، لانه اللي قدامك مو مثل اي حدا. صحيح انت مرة، بس ما تحطي راسك براسي والا الرجولي مو بزرع السلاح على الخصر وتخويف الناس. الرجال ما بيتحامى بسلاحه. كل شيء وإله وقته. مزبوط، والموت كمان إله وقته. بس بالاول انت يا رجا، بالاول انت. لا تنسي كلامك يا زينو، اوعك بحياتك تنسي كلامك. بكره لما بتزحفي على ركبك قدامي رح يبقى ذكرك. حفيدي كان بأمانتك، شو اللي عملته لك؟ سامحني يا أغا. سمحت له يلعب مع ابن أخوها لزينو؟ وابن هديك المرة الإسطنبولية؟ وبنفس الفريق؟ وفوق هيك سويت حكم؟ ما فكرت يا أغا، سامحني. أنا هلأ رح أعلمك التفكير، رح أعلمك كيف تفكر. دخيلك يا أغا، زدته بالحفرة، خلوه فيها ثلاث أيام. سيدك ورجلك، سامحني. شو بالقطن هيك؟ ليش هالقد وسخ؟ ها؟ احكي. ما فينا نطلع وانضف من هيك؟ شو القصة؟ السبب من عنا ولا الوسخ من المكانات؟ السبب مو من عنا يا رجاء آغا، عم يجمعوه بالحق الوسخ من الأصل، الحق على العمال. جدو. منيح، برافو. شو هالطابة الحلوة؟ إذا بصير شيء اتصل. أمرك ماشي. أمرك أغا. يبغى طلع على بالك نتدرج عليه وأنا عم بلعب. هيك إجا على بالي. بقولوا لعب الكر الصغير بدوخ الحمار العجوز. لا تقلي بدك تسألني شو معنات هالحكي. صحيح، شو معناته؟ لا تهتم، بس تكبر بتعرف. حبيبي يا جدو. حدا عم يلبطك ويرفسك وانت عم تلعب؟ شو عم يعني؟ رفس رفس، ما بتعرف الحيوان وقت بيرفس برجله؟ ها صار، وتصير جدا هاي لعبة.
سمعتوا لك؟ سمعنا أغا. من هون ورايح إذا حدا بيرفس حفيدي السلالة تبعكم بترفس عن وجه الأرض، فهمتوا؟ فهمنا أغا. هاي طابة جديدة؟ ايه جديدة. هاد لشوفه حلوة كتير. هداك الولد اللي مع محمود ابن الاسطنبولية ما هيك؟ هو يا أغا. لك والله فلجة، منين اشتريته؟ جدو اشترى. جان. نعم جدو. تعال هون، تعال شوف. امشي، رايحين على البيت. ليش جدو كنت يلعب مع رفقاتي؟ والله شو متعلم الاعتراض من ابوك؟ قلت لك امشي. حاضر جدو. شو صار هلا؟ فهمك بعدين، يلا نبلش. لا تقلب وشك، لا تقلبه. المزرعة مليانة اولاد، اعمل فريق والعاب قد ما بدك. شوفي جان، ليش رجعتوا بهالسرعة؟ ما لعبت مع الأولاد؟ جدو ما غناني بسبب رفقاتي. أنو رفقات هدول؟ جدو ومحمود. هلأ فهمت. معلش لا تزعل. شو رأيك نعمل شي شغلة؟ ايه منعنا، خلينا نروح لعند ماما. كان قصدي بشي مطرح قريب، مثلا من صيد سمك. الصيد حلو كتير ها؟ شي مرة صدت بالنهر؟ لا. لكن شو رأيك ناخد السنارة ونروح؟ اتمنى نروح. بناخد مجد كمان؟ ناخده، بس أكيد أمه ما بتسمح له. خلينا نجرب، بركي سمحت له. ماشي بابا. خود عمي رن، إذا طلع لك حدا تاني طلب مجد. ماشي. ألو؟ مرحبا مجد، أنا جان. شو صار يا؟ ليش تركت الملعب؟ مو مهم هلا، أنا وبابا رايحين نصيد سمك. جيجي عطي التليفون لأمك، بابا بده يحكي معه وياخذ لك إذن منهم. أمي؟ أبو لجان بده ياني؟ ألو. نعم. مرحبا، كيفك؟ منيحة، أحسن. بدنا نصيد سمك بالنهر مع الأولاد، ممكن ناخد مجد؟ ما بعرف، يعني بتمنى خليه يروح بس. خليه يجي، وإذا بدك أنت كمان تعالي. وأنا كمان؟ إيه أكيد، اليوم يلي بيبدأ سيء ما شرط يخلص سيء. ما بعرف. يلا ماما. فربني قربتي.